معروف عند العرب في هولندا كرسام وكذلك كشاعر. مرحبا بك الأخ جمال خميس. أهلا بك. وانهمر الخوف ساعقا يحمل وجعا أسرع من الألم، فأبت وجعجعت والرضع في السرائر، والناس حول الموائد يأكلون يبتسمون في وجه المذيع شاكرين أمانيه بالعشاء الهنيء. الشاعر هو يكتب الألام اللي بيمر فيها والمآسي اللي بيمر فيها، ولكن في الحقيقة هذه الكتابات السياسية أو اللي هي لها علاقة في وقت ظرفي محدد لا تفي بالهدف الإبداعي للمبدع. الإبداع ليس له وقت سياسي وليس له جغرافيا محددة، الإبداع هو إبداع فني موجود منذ الأزل و سيبقى إلى الأزل إلى أن لا ينتهي. ما الخط يا سمراء؟ نحن طريقا للمهالك، والقدر والصدفة نحن بالممير، نحن بالممير هولنديين وأجانب.